عندك الشيء تفضل ها أكيد بحالك جاي هاي إذن متتبعي قناة شوف تيفي في هذه اللحظات العثور على جثة سيدة في منطقة خلاء بمنطقة أنسي تابعة للبرنوسي. حسب يعني المعطيات الأولية أن هذه السيدة من المتشردات واللي كيعيشوا في زنقة ليس ديف. للأسف الشديد عيب وعار أننا نكونوا في 2021 وما زال كنتكلموا على المتشردين والمتشردات، وهذا راه الدور ديال المجتمع المدني واللي للأسف شديد كياخذ واحد الدعم كبير من الدولة، ولكن أغلبية ديال الجمعيات ما كيقوموش بالعمل ديالهم. حرام أننا نسمعوا في 2021 ونسمعوا أن سيدة كتموت في الخلاء، ولكن هذا الشيء اللي كاين، هذه هي الحقيقة والواقع المر. لحدود ساعة ما كاينش شبهة ديال الجريمة، كاين فقط السيدة لقوها ميتة في الخلاء. يعني المعطيات الأولية كتقول أنها سيدة متشردة. حضور رجال الأمن والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى عين مكان. حسب يعني المعطيات اللي سمعنا ان رجل سلطة عون سلطة هو اللي اعتر على هذه الجثة، وبالتالي تم تبليغ السلطات الأمنية واللي تبلغ بطبيعة الحال من طرف أحد الحراس الليليين واللي كيشتغل بهذه المنطقة. علاش قال لك أنا اللي بلغت؟ إذن المعلومة هي أن أحد الحراس الليليين اللي في هذه المنطقة لقى الجثة مرمية هنا في الخلاء، وقام تبليغ رجال الأمن هنا بمنطقة أنسي، واللي جاوا على اللحظة جاوا بسرعة إلى عين المكان هما والوقاية المدنية طبيعة الحال بمعية السلطات المحلية بالمنطقة. طبيعة الحال مرة أخرى كنقولوا أن هذا الدور ديال المجتمع المدني، عيب أننا نلقاو سيدة متشردة في هذا 2021 ومازال نساء كيموتوا في الخلاء وفي العراء، عيب وعار. حشومة وحرام وعيب أننا نشوفوا 2021 ومازال عندنا متشردات ومتشردين بمدينة الدار البيضاء واللي هي العاصمة الاقتصادية واللي فيها جمعيات كتاخذ دعم كبير من عند الدولة. إذا شكرا لرجال الأمن بمنطقة البرنوسي على المجهودات اللي كيقوموا بها، واللي كما سبقنا واشرنا ان الحارس الليلي هو اللي قام بالتبليغ ديال رجال الامن واللي حضروا في هذا الخلاء هذا.
ويه كل يوم جريمة، كل يوم جثة. واللي كيقوموا الان يعني بتامين المكان وايضا تنظيم مرور ديال السكينه وديال التلاميذ في هذه اللحظات. واخا خويا هي الاولى، هي الاولى. إذا في هذه اللحظات يتم نقل جثث المتشردة واللي لقاوها في منطقة أناسي قرب مسجد الكوشي في الخلاء. ضروري إذا المعلومات المعطيات الأولى اللي عندنا كيف ما أشرنا متتبعي قناة شوف تيفي أن العثور على جثة سيدة هنا بمنطقة الخلاء من طرف حارس ليلي اللي بلغ رجال الأمن هنا بمنطقة أناسي واللي جاو حضروا على وجه السرعة طبيعة الحال مع رجال الوقاية المدنية وحضور السيد قائد المنطقة هو وأعوان السلطة. الآن تم نقل الجثة على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية وحضور أيضا الشرطة التقنية والعلمية كالعادة في هذه الأحداث. حمزة عبد المولى لا 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 لا